ولذلك أنا قلت إحنا قبل أن نبدأ في الحديث تكلم كلام موجز عن إيه؟ عن رجال الحديث. إحنا عندنا كم رجل في الحديث هنا؟ بارك الله فيك. كم واحد؟ عندنا الحميدي، وعندنا إيه؟ سفيان، وعندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعلقمة. خمسة بس بإيجاز إن شاء الله، بإيجاز. أما سفيان فهو سفيان بن عيينة بن أبي عمرو الهلالي أبو محمد المكي، أصله مولده الكوفة، قد شارك مالكا في كثير من شيوخه، كان في مستوى الإمام مالك سفيان، حتى قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وسفيان هو صاحب الحديث، راوي الحديث الذي جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون إيه؟ أعلم من عالم المدينة. وكان يعني سفيان في النهاية يقول المراد بالحديث ومين؟ ومالك ابن أنس، لأنه عاش حتى لم يوجد واحد في مستواه في بلاد الحجاز كلها. ده بالنسبة لسفيان. أما الحميدي فهو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، منسوب إلى حميد بن أسامة، بطن من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو من رهط خديجة، من عيلة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ويجتمع معها في أسد، ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي. هذا الرجل كان طالب العلم عميل مع الإمام الشافعي في وقت واحد، حتى أتى معه إلى مصر، ولكن بعد وفاة الإمام الشافعي عاد إلى بلاد الحجاز مرة أخرى، ومات بها سنة 1920. أما يحيى بن سعيد الأنصاري فجده قيس بن عمرو، وهو صحابي، ويحيى من صغار التابعين، وشيخ محمد بن إبراهيم بن الحارث من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص من كبار التابعين. ولذلك تجد في هذا السند العجيب ثلاثة من التابعين في نسق واحد، هم صغار التابعين وأوساط التابعين وكبار الايه التابعين.